يعني مسؤولية اتحاد الكرة عن يعني مدى مسؤوليته في هذه المجزرة التي حدثت داخل الاستاد؟ كان من المفترض الحقيقه الثوره لما قامت كانت يعني امتدت لمناحي الحياه المختلفه في مصر، ولكن لم تتمد الى الرياضه. الرياضه ظلت على وترتها وظلت بشقوصها وظلت باجسامها وظلت تابعه للنظام السابق. هذا الاتحاد كان يعمل بمنظومه علاء وجمال مبارك، فكان يجب عليه ان يبادر هو نفسه بعد نجاح ثوره يناير 25 يناير ان يقدم هو استقالته ويعفي نفسه من مسؤوليه التبعيه ومن مسؤوليه الانخراط في خدمة النظام السابق وخدمة رموزه، ولكن ظل هذا الاتحاد يعمل ويدير الكرة المصرية رغم أنف الجماهير ورغم أنف الثورة، ويريد أشخاصه أو رموزه أن يتلونوا ويركبوا مركب الثورة من أجل الاستمرار ومن أجل تحقيق المصالح. فالاتحاد الكرة كان يجب أن يبادر من تلقاء نفسه بتقديم استقالة قبل هذه الاستقالة. حضرتك ترى أن له يد فيما حدث؟ لا، ما نقدرش نقول انه قاصد متعمد انه له يد تخريبيه او هو كان اداه في هذه المنصب. يعني عدم تقديره للموقف ممكن يكون مشاركه، تقدر تقول سوء اداره مع سوء تقدير مع شبكه المصالح الشرسه اللي بتدير منظومه اعضائه. هؤلاء الاعضاء كانت لهم مصالح خاصه وكانت لهم شركات وكانوا بيشتغلوا في اعمال السمسره في اللعيبه والبث الفضائي، دخلوا في مصالح خاصه كثيره وارهقوا الكره المصريه بانخراطهم في 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 هذه المصالح واضعوها واضعوا عيبتها، ولذلك كانوا مصرين على استمرار الدوري بكل عيوبه رغم الانفلات الامني ورغم عدم الاستعداد ورغم عدم الاستقرار النفسي. كان في اصرار على استكمال الدوري العام الموسم اللي فات واستمراره بهذا الشكل هذا الموسم لان شبكه المصالح كانت اكبر من مصلحه الشعب المصري واكبر من ان تحصل كارثه بورسعيد وروح ضحيتها 74 شهيد من خيرة شباب مصر. لا يهم اتحاد الكوره، هو يعني فقط ان شبكه مصالحه تستمر وسمسرته وعمولاته وكل ما اعضاء مجلس ادارته بيطمعوا فيه يحققوه. استاذ نصر، لو اتكلمنا عن حكم المباراه وقيل انه لماذا لم يعني بعد الشوط الاول حدث نزول بعض الجماهير، لماذا لم يلغي المباراه؟ وقيل انه خاف من انه لو الغى المباراه ستحدث الكارثه يعني لا محاله. الحكم بصفة عامة كان نجم المباراة الأول والأخير، هذه أفضل المباريات التي أداها فهيم عمر على مدى تاريخه التحكيمي، ولكن بواعث الإلغاء دي تقديرية وترجع إليه هو شخصيا. هو يقدر مدى الخطورة اللي ممكن تحيط بالملعب وتؤثر على استمرار المباراة من عدمه، هو الوحيد الذي يملك هذا القرار، واعتقد ان هو قدرها صح، لان يمكن ربما لو كان تسرع في الالغاء كانت الكارثه تبقى ابشع، لان مدير الامن اللي كان موجود ومشرف على اللقاء واعد الترتيبات ليه ما هوش مدير امن الغربيه اللي منع كوارث كانت هتحصل حلة والاهلي، وكان حكيما وبصيرا وكان رجل ليستبق الاحداث عندما امن الملعب خطوه خطوه وعزل اللعيبه والاهلي وعزل الحكام واخرج الجماهير في هدوء وفي صمت يحسد عليه. هذا هو الفرق بين رجل امن ورجل امن. للاسف يا اخي نصر، لو لضيق الوقت لو تحدثنا عن من وجهه النظر الرياضيه، هناك حديث حول ان اللافته التي رفعت في مدرجات النادي الاهلي كانت عامل اثاره لما حدث عقب المباراه، وهناك حديث اخر ان هناك مؤامره، وانت رجل ناقد رياضي تحضر الى استاد بورسعيد وجميع استادات مصر، كيف ترى ما حدث؟ لا اعتقد ان اللافته يكون لها هذا المفعول ويكون لها هذا يعني رد الفعل البشع اللي شفناه في المدرج الغربي اللي كان فيه التراس الاهلي. اللافته رفعت دقيقتين فقط عقب احراز الهدف الاهلي لهدفه الاول ثم سقطت مره اخرى. لم تكن اللافته يعني تلفت انظار المتفرجين في استاد بورسعيد، وانا شخصيا كنت في المعصوره لم اهتم او لم الحظ هذه اللافته باهتمام، يمكن شاهدها قليلون. رفعت عقب احراز الاهلي لهدفه الاول ثم سقطت مره اخرى حتى نهايه اللقاء، وبعد ذلك سمعت ان احدى الفضائيات صورتها وهي ممزقه وبتاع، هذا كلام اخر، انما هي لم يكن لها البواعث العنيفه اللي ادت لهذا المشهد الاجرامي. استاذ نصر، حضرتك تتابع، هل من سلوك المشاهد او المشجع البورسعيدي هل العنف جزء من سلوكه المعتاد في المباراه ام ان ما حدث شيء جديد؟
لا، البورسعيدي عمره ما كان عنيف بهذا الشكل، وعمره ما كان قاتل، وعمره ما كان سفاح دماء، وعمره ما كان لديه دوافع إجرامية إنه يحدف في أشخاص آخرين من ارتفاعات شاقة ويخنق. مش ممكن، بورسعيد لا تعرف هذه اللغة، بورسعيد بريئة تماما، براءة الذئب من دم ابن يعقوب في هذا المشهد. بالتأكيد هناك دخلاء، وأعتقد تحقيقات النيابة هتكشف الكثير من المفاجآت. ماذا عن الألتراس؟ يعني هناك بعض مقاطع الفيديو التي نشرت على مواقع اليوتيوب أظهرت بعض من ألتراس مصراوي وهو يتوعد ألتراس الأهلي بالوعيد لن تخرجوا، وهناك أغنية تم نشرها على الفيسبوك تتكلم أن اللي جاي بورسعيد يوصي أمه عشان مش راجع تاني. يا سيد الفاضل، هذه مواترات تتم على النت في كل المباريات التي تحدث في بورسعيد، خاصة في اللقاءات الكبرى مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ومشجعي الأهلي والزمالك يتبادلون أبشع من ذلك قبل مباراة الأهلي والزمالك. النت أصبح متاح لكل من هب ودب، وأصبحت التهديدات فيه والوعيد والأخبار المرفقة والكاذبة والادعاءات والإشاعات تكثر بشكل خرافي جدا. المؤسف ان بيبقى ليه رد فعل، ورد الفعل بيبقى عنيف زي ما حصل في استاد بورسعيد. يعني انا اعتقد ان شعب بورسعيد شعب وديع جدا، ولا يميل ابدا للعنف، ولا يميل لارتكاب الجرائم، وهو يحب بلده ويحب ناديه وحريص عليها. ولكن الحملة الحية الشرسة اللي بتدار ضده الان، حتى اصبحت بورسعيد مدينة معزولة لا يعبرها احد ولا يعبر منها احد، هذا كلام لم يحدث على مدى التاريخ. المدينة التي سطرت اسمها باحرف من نور في جميع أنحاء العالم تصبح مثال للإرهاب والإجرام والقتل، وتوصم بأبشع الصفات من الفضائيات ومن كتيبة الإعلام التي تتبع النادي الأهلي. أستاذ نصر، كيف تقيم الأداء الإعلامي وخاصة الرياضي منه في الفترة الماضية؟ الأداء الإعلامي كان ظالم وكان سيء وكان متدني إلى أبشع الحدود. جحافل الفضائيات تهاجم شعب وتشكك في أخلاقه وتشكك في وطنيته وانتمائه لبلده وتبصمه بأبشع الألفاظ وأبشع الأوصاف. يعني لابد أن يوضع حدود. أين مساق الشرف الإعلامي؟ أين اتحاد الإذاعة والتلفزيون؟ أين وزير الإعلام من هذه الفضائيات الخاصة التي يعني فاقت كل حدود؟ لا يمكن لاثنين مذيعين في الفضائيات أنهم يحدثوا هذا الانقلاب ضد مدينة، لا يمكن. وهم موصومين بأبشع الصفات، هم عليهم مآخذ كثيرة ومصائب كثيرة، منهم من سرق التذاكر، ومنكم من باع التيشيرتات، ومنهم من عزل من موقعه. إن هؤلاء لا مش ممكن إن دول يتصدروا المشهد الإعلامي المصري. لابد أن يكون هناك وقفة في مدينة إنتاج إعلامي، وفي وزير لابد أن يراقب هذا الكلام ويعني ويأخذ مواقف صارمة وحاسمة من هؤلاء الذين أقاموا الدنيا على مدينة وعزلوها ونجحوا في هذا العزل. أستاذ نصر، سؤال أخير، رأيك في يعني الآن حديث حول الألترس، ألترس أهلي زمالك مصري، وهناك دعوات لإلغاء هذه الرابطة الألترس في كل مصر، وأن يعود الجماهير مرة أخرى إلى ما كان عليه قبل الألترس، هل أنت مع هذه الفكرة أم لا؟ هذه الدعوات جاءت متأخرة للغاية. الذي حدث في استاد بورسعيد أمام الأهلي كان يمكن أن يحدث في لقاء الأهلي والزمالك، ويحدث في لقاء الأهلي والإسماعيلي، ويحدث في أي لقاء جماهيري آخر، أو في الزمالك والإسماعيلي في نفس اليوم في لقاء الشوط الثاني. كانت ممكن حاجات تحدث، لأن المليارات اللي موجودة في طرة تحدث جميع الانقلابات في جميع أوجه الحياة في مصر. أقل واحد في طرة معاه 7-8 مليار، إيه يعني ما يدفع له 2-3 مليون كل أسبوع عشان يحدث البلبلة ويثير الفتن ويحدث نوع من الاستقرار في أرجاء الحياة المصرية. الألتراس كان لابد أن يلغى من قديم الأزل، لأن مجالس الإدارات الأندية هي التي تدعم هذا الألتراس وهي التي تدفع لهم. يجب أن يطلع قرار من وزير الداخلية أو من الناس المسؤولة في مصر تلغي هذه الألتراسات، لأنها تحرض على التعصب وتحرض على الجريمة وتحرض على التهديد وتحرض على الترويع وعلى تبادل الجرائم. لابد أن يمنع هذا الكلام وتعود روابط المشجعين القديمة التي كانت تطلع بدور واعي في الحياة الرياضية المصرية إلى ما كانت عليه في الستينيات والسبعينيات والثمانينات. أستاذ نصر قنديل الناقد الرياضي، نشكرك على هذا اللقاء. شكرا لك أستاذ نصر. شكرا، متشكر جدا. متواصلين معكم من داخل مدينة بورسعيد ومن خلف استاد بورسعيد، ينضم إلينا الآن الكابتن محمد الزيات، لاعب النادي المصري واللاعب السابق للاهلي وانبي. اهلا كابتن محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. انا وسهلا بك كابتن محمد، وانت النهارده موجود معانا وورانا الاستاد. مش هقول بقى ذكرياتك، اللي ما زال موجود مخزون عندك عن المباراه اللي حصلت ما بين الاهلي والمصري في الاستاد. المثال مخزون جوه ذاكرتي منظر الضحايا اللي كانوا موجودين في المستشفى، ده اللي كان عمره ما يتمسح من دماغي ابدا. كان اي احداث قبل كده او بعد كده
ما بتبقاش مهمة. لكن انا اشوف واحد سنه زي سني او اقل من سني حاجة بسيطة ميت عشان ماتش كورة، ده عمره ما يتمسح من ذاكرتي ابدا. لو تقدر تحكي لنا وتحكي للساده المشاهدين مشاهدات حضرتك في اليوم ده في المباراه، سواء قبل المباراه او بعد المباراه. حضرتك بتصور عند المدخل اهو، انا جيت لغايه المدخل ده كده ما فيش ولا حاجه زي امني كان محطوط، ولا حاجه زي امني كان بيقول لك انت رايح فين جاي منين، ما فيش. دخلت لغايه جوه ما حدش قال لي انت رايح فين، وده غير معهود هنا. ده انت لو بتلعب ماتش مع فرقه ملهاش جمهور بيبقى في حواجز امنيه قبل الاستاد بكيلو كيلو ونص. هل الكلام ده كان قبل الثورة وبعد الثورة ولا كان قبل الثورة بس؟ كان قبل الثورة وبعد الثورة، ويمكن بعد الثورة كمان كان بيبقى الإجراءات الأمنية كانت أشد. يعني حصل بالفعل في مباراة كانت موجودة في استاد بورسعيد وكان في إجراءات أمنية؟ طبعا طبعا، ده كان يعني أنا ما كنتش موجود هنا في مصر السنة اللي فاتت، بس كان بيقولوا اللي كان في ماتش الزمالك السنة اللي فاتت كان في عناصر من الثلاث تبعات، وكان في عناصر شرطة، وكان في عناصر جيش، كان بيتأمن تأمين جبار ماتش الزمالك السنة اللي فاتت. أيوة. والأهلي كذلك برضه. ده بعد الثورة، الاثنين كانوا بعد الثورة. الثورة لكن ده ما كانش بيتأمن خالص. حتى اللي كانوا موجودين جوه الاستاد كان برضه بايديهم يعملوا حاجه، يعني كان الامن المركزي اللي كان جوه الاستاد كان على الاقل يعمل حاجز ما بين جمهور النادي المصري اللي نزل وجمهور النادي الاهلي اللي حصل في المحل، زي اللي حصل على الاقل، يعني على الاقل يعملوا كاردون على جمهور النادي الاهلي ما يخافش، على الاقل يقعد في مدرجات ما يخافش. لا ده هم وصلوا الامور اللي هم يترعبوا يدوسوا على بعض، واللي يطلع طبعا يرمي حد او زي ما احنا سمعنا. ما بس الواحد والله يعني سمع كلام كتير جدا، مش عارف فين الحقيقه وفين الصح، بس هي جريمه بكل المقاييس يعني. طب كابتن محمد، جوه الاستاد هل انت شعرت ان الالتراس او يعني جماهير الاهلي وجماهير المصري متحفزه لبعض؟ هو ده التحفز ده موجود في كل حته في العالم، وموجود في مصر في كل انحاء مصر يعني. بس هل كان كعادته كل مره، ولا حاسس ان الموضوع كان مشحون زياده شويه؟ مش جديد، لا موجود كل مره، موجود بين اهلي ومصري، موجود بين اهلي وزمالك، موجود بين مصري واتحاد قبل كده، موجود بين مصري والزمالك كل حته. يعني الاجواء داخل الاستاد كانت عاديه؟ كانت عاديه، بس طبعا هو يعني مصر كلها عارفه اللي بين الاهلي والمصري في شده غير طبيعيه، الجماهير هنا والجماهير هنا شده غير طبيعيه، بالذات الماتشات اللي هنا في بورسعيد. يعني بيبقى ماتش لو المصري كسب الاهلي ما بيناموش، كانهم خدوا الدوري بالظبط هنا. طب كابتن محمد، هو طبعا يعني من الشيء الجيد ان المصري كسب 3-1، فاصبح ما بقاش في مبرر لان يحصل ده. بس اللي احنا شفناه واللي شافه كل الناس ان في جماهير نزلت الملعب، وفي جماهير راحت شالت كابتن حسام حسن، وفي جماهير راحت تجري ورا لعيبه الاهلي ويمكن اشتبكت مع بعض اللعيبه واللعيبه كانت بتجري منها، وفي ناس طلعت على الجماهير. السلوك ده يعني مين اللي نزل الملعب؟ اللي نزل الملعب مجموعه من طبعا جماهير المصري طبعا لا جدال ولا نقاش، وطبعا فيهم بلطجيه وفيهم ناس متنرفزه وفيهم ناس عصبيه وفيهم ناس همجيه. اصل انت مش هتجيب جمهور كله راكت قعده في المدرج يتفرج على ماتش. انا مش زي ده، مش زي ده، كل واحد له دماغه وكل واحد له فكره. ممكن واحد يكون جواه اصلا غريزه البلطجه وبيحب الكوره، مش هنعرضه، يكون قاعد في المدرجات شاف اليافطه بتاعه بلد البلد ما جابش رجاله ينزل عايز يجري يضربهم. يعني كله موجود في الجماهير، مش بقى اللي هيقول لك بقى بلطجيه محطوطين في الاستاد، لا ده على ده الاثنين موجودين. لكن لوحظ ايضا ان هناك مجموعه، وده وفق ناس شهود عيان، مجموعه لا نزلت الملعب تحيي ولا نزلت الملعب تضرب اللعيبه، لا اتجهت نحو جماهير النادي الاهلي. ممكن يكونوا هم عارفين عايزين يعملوا ايه، اكيد يعني اكيد في ناس ورديتها بصوم لك بالعشره، في ناس كتير قالتها اللي في ناس كانت بتسخن الجماهير نفسها عشان تنزل تضرب النادي الاهلي. لعيبه جماهير يعني هم جايين عايزين يسخنوا يولعوا الدنيا عشان يبقى في كارثه النهارده. طب انت شايف يا كابتن محمد ان اللي حصل هو تعصب زياده ادى لده، ولا تعصب تم استخدامه في مؤامره، ولا هي مؤامره من اولها لاخرها؟ هي طبعا في مؤامره، منين الله اعلم، بس في مؤامره وفي تعصب تم استخدامه، بس مش تعصب بس، يعني في تعصب تم استخدامه ومؤامره الاثنين. يعني برضه الباب اتقفل على جمهور الاهلي، واللي كان بينزل بيقول له انت منين، يقول له انا من مثلا من المنصوره، يقول له لا اطلع ده الماتش متامن ما تقلقش مش هيحصل حاجه، اللي من بورسعيد يقول له لا اتفضل روح. فطبعا دي وكان الموضوع بيتعمل عشان الناس دي. فطبعا يعني اسال اهالي الشهداء اللي طلعوا على البرامج الفضائيه يقولوا لك القصه دي، ابني كان نازل ومروح يوم ما قابله ظابط يقول له لا اطلع الماتش متامن. طيب كابتن محمد، لما رحت المشرحه او المستشفى يعني وشفت الشهداء، ايه اكتر منظر يعني علق في ذهنك بشكل بيؤرخ حتى هذه اللحظه؟
يعني الاطفال مش الشباب كلهم كانوا في عمر يعني 19 20، ده اللي انا شفتهم، ما شفتش حد كبير. لكن اكتر اكبر واحد شفته ممكن اديله 22 سنه 23 سنه، كان يعني المنظر بتاعهم كان زي ما يكون مخضوض وعينهم طالعه لبره شويه، في كحوص في العينين شويه، ده معناه انهم ميت مخنوق يعني، مخنوق او مخضوض او متداس، او دول اللي انا شفتهم بصراحه كانوا في مستشفى المبره. طب كابتن محمد، رايك في فكره الغاء الدوري والغاء اتحاد الكوره ووقف النشاط الرياضي وما تبعه من احداث بعد ذلك؟ والله بص هكلمك بصراحه، الدوري مش هيرجع اول حاجه لما يجيبوا حق الناس اللي ماتت دي، وده كل لعيبه مصر مجمعه على كده. تاني حاجه الدوري مش هيرجع لما يبقى فيه امن في مصر، وامن في الكوره جامد جدا، لان الكوره دايما محتاجه تامين، وهي مصدر السعاده للشعب المصري كله. فدول لو توفروا الكوره ترجع مفيش اي مشاكل، لو رجعوا حق الناس اللي ماتت دي، ولو رجعوا الامن الموجود في الشارع المصري، في الشارع المصري كله، مش رجعوه في الكوره بعد كده، رجعوه في يبداوا بقى يفكروا في البنوك والناس اللي بتقتل في الشوارع والحاجات التانيه والمنشات الحكوميه، رجعوه في البلد وبعد كده رجعوه في الكوره. طب في رايك حق الشهداء يرجع ازاي؟ في فيديوهات اتصورت وكل يوم في فيديو بيطلع جديد، وهم بقى بتقنيتهم الحديثه بيعرفوا يجيبوا الوشوش كويس قوي في عندهم، يجيبوه اي واحد يتجاب صورته في الفيديو يتجاب، سواء بقى من جمهور النادي الاهلي او جمهور النادي المصري، واكتر طبعا من جمهور، بس في اتنين في جمهور النادي الاهلي جريوا ورموا شماريخ وفي ناس، دول يتجابوا ما يتسكتش عليهم، لان برضو اثاروا البلبله واثاروا الغضب في جمهور النادي المصري. حضرتك قلت ان كان في ناس بتسخن في الجنبين يعني في الاهلي والمصري. طبعا كان في ناس هنا وكان في ناس هنا، والله اعلم بقى دول الجمهور هنا وهنا ولا مش جمهور ولا ناس مدسوسه، بس اللي شاف يتجاب. طب رايك عموما فيما حدث بعد ذلك في بورسعيد؟ يعني انت واحد من اهالي بورسعيد، موجود وسط اهالي بورسعيد، والان يعني النهارده الخميس، يوم الخميس بورسعيد الشوارع ما تبقاش فاضيه كده، المحال التجاريه ما تبقاش فاضيه، الوضع هنا اختلف، اللي اختلف في الخميس ده عن قبل كده قبل المباراه، شايف الوضع جوه بورسعيد دلوقتي ازاي؟ وضع سيء للغايه، والله وضع سيء سيء للغايه. يعني بورسعيد طبعا دلوقتي بقت مليانه بالشاعات، مليانه شاعات، كل شويه في شاعات، كل شويه على اخرها احتلال قناه السويس، اخرها احتلال قناه السويس، وكان قبل كده ناس ميته مش عارف دمياط، ناس ميته في القاهره، عربيه ولعت على الدائري، عربيه مش عارف ايه، ده مش عارف اربعه رايحين فين ماتوا، خلي بالكم عشان هيحصل ايه، كلام بقى كتير. يعني اخر حاجه النهارده والله اعلم بقى دي شائعه ولا مش شائعه، بيقولوا في ناس بيخبطوا على البيوت ويقول لك تطعيم ويطعموا الطفل، وبعد كده الطفل كمان ساعه ولا ساعتين تلاقيه مات، دي اخر شائعه كانت لسه ظاهره النهارده. هي الشائعه دي اتقالت وقت ثورة 25 يناير عند الناس في بيوتها، صح برضو يعني، قالت خلي بالكم في تطعيم وفي ناس وفي هتعدي فعلا. وهنا بقى الشاعات يعني، وهي بلد صغيرة فالشاعة اللي بتطلع بتترمي. احنا مثلا واحنا جايين في الطريق سمعنا اشاعة ان انتوا مش هتعرفوا تخشوا بورسعيد والعربية هتتكسر والمعدات هتتكسر، عايز اقول لكم ان احنا وصلنا بورسعيد سالمين غانمين وقاعدين وبنلف في الشوارع سالمين غانمين. طب كابتن محمد، كلمة أخيرة لأهالي الشهداء. انا عايز اتكلم لاهل الشهداء وعن اهل بورسعيد بعد اذنك. اهل الشهداء طبعا ربنا يصبرهم، يا رب نحتسبهم عند ربنا شهداء، وان شاء الله حق اولادكم هيرجع، ولو ما رجعش بالقانون اهل بورسعيد هم اللي هيرجعوا ان شاء الله، مش هيسكتوا والله. اهل بورسعيد لو شموا بس اي خبر لاي واحد متورط في القصه دي، هم اللي بيروحوا هم اللي بيجيبوه، وبعد ما بيستجوبوه بيقدموا لي الدخل. وده حصل بالفعل يوم الجمعه الماضيه، سجلنا مع احد اللي يقال عليه ان هو شارك في قتل جماهير الاهلي، من قبض عليهم فعلا اهالي بورسعيد وقدموه فعلا. والله بص حضرتك، هنا في بورسعيد في حاجات حيويه كتير، في قناه السويس، في الاستثمار، هي الاستثمار في المينا، بورسعيد بيخش لها كل يوم مش اكتر مش اقل من 100,000 واحد ولا 200,000 واحد، وبيرجعوا بيوتهم سالمين غانمين، ما بيحصلش اي حاجه. عارف بقى القصه اللي قلت بورسعيد فيها ناس مش كويسه، فيها ناس همج، عمر الكلام ده ما كان بيحصل، هي خطه منهجه وربنا يعدينا منها على خير. كابتن محمد زيات لاعب النادي المصري، شكرا جزيلا لك على هذا. شكرا لك يا شكرا. ما زلنا في مدينه بورسعيد، وينضم الينا الان فرقة المعدية. فرقة المعدية فرقة شبابية من أهالي بورسعيد. هذه الفرقة، فرقة المعدية، بتحاول أن تقدم أغنية عما حدث وتدعو الناس للتأمل فيما حدث منذ أكثر من ثمانية أيام داخل استاد بورسعيد. فرقة المعدية تنضم إلينا الآن. ممكن بدايه يعني نتعرف عليكم. احمد محمود، موزع وملحن جوه فرقه المعديه.
محمد يحيى برضو ملحن وموزع وعضو في فرقة المعدية. احمد البليسي مهندس معماري بس انا المخرج بتاع الهاء العمل اللي طلع على اليوتيوب. مخرج الكليب احمد ناصر عازف جيتار فرقة المعدية ومحاسب. اسم الاغنية ايه؟ بلد البالة. اغنية بلد البالة تم تأليفها وتوزيعها وتلحينها وتصويرها من مجموعة الشباب، وبالفعل هي موجودة على اليوتيوب، واحنا هيتم اذاعتها على قناة الجزيرة مباشر مصر في الساعات المقبلة. لكن خلينا نقول نبدأ، ليه فكرتوا في اسم بلد البالة؟ يعني ليه سميتوا الاغنية الاسم ده؟ والله هو كان في ناس كتير فاكرة، يعني هو ده بقى شعار البلد دلوقتي، ان بورسعيد بلد البالة ما جابتش دي اليافطة اللي كانت أزمة. احنا عايزين نوصل للناس ان بلد البالة دي عملت حاجات كتير قوي لمصر وشالت مصر كتير جدا، وما يصحش وما تستاهلش اللي يحصل فيها ده كله. فجاء المنطق من هنا، جاء اسم بلد البالة من هنا بس. طيب بالنسبة للكلمات، انت كنت وانت بتلحن اكيد لحنت قبل كده يعني، او وزعت قبل كده، ايه الاختلاف اللي حسيته المرة دي في الاغنية دي عن اغاني قبل كده عملتها؟ بس الكلمات هي كلمات الشاعر طارق علي، الحان علي الالفي، وفرقة المعدية علي الالفي مطرب من بورسعيد، وهو من الناس اللي بيغنوا غنى محترم جدا وفن بيقدموا فن راقي، وهو من البداية هو اللي اتفق معايا ان احنا نعمل الموضوع ده بالاشتراك مع كل البورسعيدية، بس عشان خاطر ضيق الوقت عملناه بين فرقة المعدية وعلي الالفي. جميل. طيب نقول بقى نتكلم على اللي سألتك عنه، ليه لحن بتاع بلد البالة؟ اولا هو الميلودي بتاع لحن البالة جاء باجتماعنا كلنا، باجتماع الفرقة طبعا بما فيهم علي الالفي، هو مش موجود معنا حاليا يعني، بس يعني احنا لما قعدنا اتفقنا ان احنا نعمل ميلودي ككل بين علي الالفي وبين فرقة المعدية، وكلنا اشتركنا في التلحين، في تلحين الكلمات. طيب انت اخرجت الكليب،